السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. في هذا الفيديو راح أعيد رسم رسمي رسمتها بال2017 أو بآخر 2017، بالتحديد ب 12/12/2017، يعني تقريبا صار لها 3 سنين. راح تشوفوا أني تعبت كثير في الشعر لأني بديت فيه في البداية، لكن تلوين مسجد قبة الصخرة لأنه انطفت الكاميرا وكنت يعني خارت هواية بالأخير، فما يعني ركزت كثير عليه أو لتفاصيله، لكن بشكل عام استخدمت من الأدوات بريزما كلر أكثر شيء كان مستخدم، ثم الماركر بالأساس ماركر زيج استخدمت منه لون الأزرق فاتح، بيساعد كثير الماركر اللي أساسه مائي أو حتى كحولي عادي، يعني لأن استخدمت أيضا تاتش في البشرة، بيساعد في دمج الألوان أو دمج ألوان الخشب مهما كانت، إن كانت شمعية زي بريزما عادي برضو بدمج، وبرضو بألوان يعني لو كانت خشبية مثل فابر كاستل أو أي نوع خشبي ثاني اللي هو بيكون هيك زي ترابي نوعا ما، فبيساعد كثير في الدمج. فبحب دايما أو كل زمان يعني وقاعدة بعيد بهذا التكنيك القديم، إني أضيف بعد ما ألون بالخشب حتى ولو دمجت أضيف أيضا ماركر عشان هيك تتماهى الألوان مع بعض. لم أنوهكم على أنه صوتي متغير شوي أكيد بسبب الرشح، يعني أشعر ببعض المرض، لكن الحمد لله يعني إحنا مستمرين، وشكرا دائما دائما على تفاعلكم ومشاركتكم إياي رسوماتكم في بنترست، تفاعلكم معي في القناة الثانية، يعني أنا جدا 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 سعيدة ومحظوظة أصلا أني إنكم موجودين معي في هذه الأشياء وفي يعني الهواية اللي أنا بحبها اللي هي الرسم. فيعني مين كان يتخيل أني راح أوصل لهذه المرحلة أصلا، وحتى أني أعيد رسم رسومات رسمتها من قبل جاب التفاعل أيضا. بتجد أيضا في بنترست في أشخاص منزلين الرسم القديم اللي هي بال2017، يعني الإشي هيك بتلج الصدر وتسعدوا كثير إنه أنتوا هيك شوية ولو أثرتوا بشوية شغلات يعني، والناس حبت الرسم تبعكم أو الفن تبعكم. أريد أن أنوه أيضا إلى إنه سجلت بصوتي قصيدة تميم البرغوثي لإسمها في القدس، كنت أحبها جدا زمان وحبيت إني هيك أسجلها، طبعا يعني ما ألقيت بشكل حامي خلينا نقول، يعني عادي نوعا ما، وبس أرجو إنها تعجبكم الرسمة وأراكم على خير. مع السلامة. مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها، فقلت لنفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها، وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر ولا كل الغياب يضيرها، فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها. متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. في القدس بائع خضرة من جورجيا برم بزوجته يفكر في قضاء إجازة أو في طلاء البيت. في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا يفقه فتية البولون في أحكامها. في القدس شرطي من الأحباش يغلق شارعا في السوق رشاش على مستوطن لم يبلغ 20، قبعة تحيي حائط المبكى، وسياح من الإفرنج شقر لا يرون القدس إطلاقا، تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طول اليوم. في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم، في القدس صلينا على الأسفلت، في القدس من في القدس إلا أنت. وتلفت التاريخ لي متبسما، أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش، أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميك لكي ترى فيها هواك؟ في القدس كل فتى سواك، وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها، ما زلت ترقض خلفها مذ ودعتك بعينها، فارفق بنفسك ساعة إني أراك وهنت، في القدس من في القدس إلا أنت. يا كاتب التاريخ مهلا، فالمدينة دهرها دهران،
دهر أجنبي مطمئن لا يغير خطوه وكأنه يمشي خلال النوم، وهناك دهر كامن متلثم يمشي بلا صوت حدار القوم، والقدس تعرف نفسها، فاسأل هناك الخلق يدللك الجميع، فكل شيء في المدينة ذو لسان، حين تسأله يبين، في القدس يزداد الهلال تقوسا مثل الجنين، حدبا على أشباهه فوق القباب، تطورت ما بينهم عبر السنين، علاقة الأب بالبنين، في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن، في القدس تعريف الجمال مثمن الأضلاع أزرق، فوقه يا دام عزك كبة ذهبية تبدو برأيي مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء ملخصا فيها، تدللها وتدنيها، توزعها كأكياس المعونة في الحصار المستحقيها، إذا ما أمة من بعد خطبة جمعة مدت بأيديها، وفي القدس السماء تفرقت في الناس تحمينا وتحميها، ونحملها على أكتافنا حملا إذا جارت على أقمارها الأزمان، في القدس أعمدة الرخام الداكنات كأن تعريق الرخام دخان، ونوافذ تعلو المساجد والكنائس، أمسكت بيد الصباح تريه كيف النقش بالألوان، وهو يقول لا بل هكذا، فتقول لا بل هكذا، حتى إذا طال الخلاف تقاسما، فالصبح حر خارج العتبات، لكن إن أراد دخولها فعليه أن يرضى بحكم نوافذ الرحمن. في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النهر، باعوه بسوق نخاسة في أصفهان لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا، فخاف أميرها من زرقة في عينه اليسرى، فأعطاه لقافلة أتت مصر، فأصبح بعد بضع سنين غلاب المغول وصاحب السلطان. في القدس رائحة تلخص بابلا والهند في دكان عطار بخان الزيت، والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت، وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع علي لا تحفل بهم، وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي أرأيت. في القدس يرتاح التناقض والعجائب ليس ينكرها العباد، كأنها قطع القماش يقلبون قديمها وجديدها، والمعجزات هناك تلمس باليدين. في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لوجدت منكوشا على كفيك نص قصيدة يا ابن الكرام أو اثنتين. في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة، فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين. في القدس تنتظم القبور كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابها، الكل مروا من هنا. في القدس تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا، امرر بها وقرأ شواهدها بكل لغات أهل الأرض، فيها الزنج والإفرنج والقفجاك والصقلاب والبشناق والتاتار والأتراك أهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك، فيها كل من وطئ الثرى. أرأيتها ضاقت علينا وحدنا، يا كاتب التاريخ ماذا جد فاستثنيتنا، يا شيخ فلتعد الكتابة والقراءة مرة أخرى، أراك لحنت. العين تغمض ثم تنظر، سائق السيارة الصفراء مال بنا شمالا نائيا عن بابها، والقدس صارت خلفنا، والعين تبصرها بمرآة اليمين تغيرت ألوانها في الشمس من قبل الغياب، إذ فاجأتني بسمة لم أدر كيف تسللت للوجه، قالت لي وقد أمعنت ما أمعنت، يا أيها الباكي وراء السور، أحمق أنت؟ أجننت؟ لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب، لا تبكي عينك أيها العربي، واعلم أنه في القدس من في القدس، لكن لا أرى في القدس إلا أنت.